كثير من طلاب 2008 سألوني هاي الأسئلة. السؤال الأول: أستاذ المنهاج الجديد سهل ولا صعب؟ طب السؤال الثاني: هل يا أستاذ أنا رح أستفيد من هاي المادة على السنة الثانية، توجيه السنة الثانية، رح أستفيد منها ولا ما رح أستفيد؟ طب السؤال الثالث: هل أنا فعلا لازم أدرسها وأنجح فيها ولا عادي بقدر أنجح تلقائي؟ الله ينور عليك، هاي الثلاث أسئلة اللي رح نجاوبها في هذا الفيديو، فضروري أنك تحضر الفيديو للآخر. اهلا وسهلا فيكم طلابنا 2008، الله يعطيكم العافيه. معكم الاستاذ اللي ما بيعرفني، الاستاذ فهد السلامه، مدرس ماده الرياضيات على منصه اساس التعليميه. طبعا يا جماعه الخير، من يومين الوزاره اصدرت المناهج الاساسيه لطلاب 2008 كاملين، جميع المناهج صارت موجوده على موقعهم اللي هي مكتوب المركز الوطني لتطوير المناهج، بتقدر تفوتوا على موقعهم وتشوفوا جميع المناهج تبعتكم. إلى أن نبدأ مع بعض بالسؤال الأول: هل المنهاج سهل ولا صعب؟ إلى أن تتذكروا أو قبل سنة لطلاب اللي هم 2007 كان الأول ثاني وعلى دورهم قسمين أدبي علمي. إلى أن المنهاج الجديد اللي إجا عملوا ميكس بين الكتابين الأدبي والعلمي، تمام؟ يعني بنسبة كبيرة جدا للعلمي وشوي من الأدبي. هسا هو نوعا ما صار أخف من المنهاج العلمي سابقا، لأن المنهاج العلمي سابقا كان شوي دسم، كان يحطوا درسين جوا درس، ثلاث دروس في درس. الآن فتفتوا المادة، صار كل درس لحاله بفكرته العادية، تمام؟ فسهل إنه الطالب يدرسها ويجيب فيها علامة عالية. السؤال الثاني: هل هو يا أستاذ مهم وفعلا لازم أدرسه ولا ما رح أستفيد منه لقدام؟ الآن يا جماعة أنت عبارة عن سنتين توجيهي، 2008 أنت عبارة عن سنتين، تمام؟ فهي السنة الأولى الرياضيات فيها يا جماعة الخير كثير مهم للسنة الثانية. أنت الآن صار عندك 6 حقول، صح؟ عندك 6 حقول، في أكثر من حقل مادة الرياضيات فيها إجباري وفي حقول فيها اختياري، فأنت لا سمح الله ما بتعرف شو بيصير من المواد الاختيارية هاي، يمكن كلها تسكر على حظك، يظل قدامك الرياضيات، بدك تضطر ترجع تفهم منهاج اللي أخذته بالسنة الأولى؟ لا، فضروري إنك تفهمه من هاي السنة. وكمان لو ما كان عندك الرياضيات، باقي الحقول فيها مواد من العلوم، فيها كيمياء، فيها فيزياء، فيها أحياء، والرياضيات هي أم العلوم كلياتهم، فإجباري يا جماعة الخير نكون فاهمين الرياضيات بالسنة الأولى ونعاملها معاملة جدية. السؤال الثالث: هل أنا بالمدرسة يا أستاذ المعلمين رح يحزنوا علي وينجحوني فيها نجاح تلقائي ولا فعلا لازم أدرسها؟ طيب هسا شوف علي، صحيح انك ما رح تقدم فيها بالسنة الاولى امتحان وزاري، طبعا الامتحانات الوزارية جماعة تعرفوهم 4: انجليزي والتاريخ والعربي والتربية الاسلامية، هدول 4 رح تقدم فيهم امتحانات وزارية. اذا مادة الرياضيات بالسنة الاولى اذا انت ما نجحت فيها ما رح تطلع تقدم ولا امتحان وزاري، يعني اجباري تنجح فيها، يعني خلص عشان تقدم الامتحانات الوزارية لازم انك تنجح فيها. وعلى السنة الثانية احتمال كبير انك تقدم فيها امتحان وزاري من 6 حقول اللي موجودة قدامك، تمام؟ لانه زي ما حكينا احتمال مثلا مادة اختيارية تكون مسكرة ما في قدامك غير رياضيات، تضطر يعني تختارها غصبا عنك لانه فيش غيرها، او تفوت على حقل فيه اجباري يكون مادة الرياضيات. فيا جماعة الخير لازم نعاملها معاملة جدية وندرسها من قلب ورب. طب السؤال الأهم من هذا الحكي كلياته: هل أنت يا أستاذ فهد السلامة راح تشرح لنا إياها على اليوتيوب ولا لا؟ أكيد يا جماعة الخير راح أشرح لكم إياها على اليوتيوب كاملة، شو مالنا؟ أنا أستاذ فهد راح أشرح لكم إياها إن شاء الله على اليوتيوب كاملة من أول درس لآخر درس، تمام؟ بس ضروري ضروري يا جماعة الخير كل طالب بيحضرني هسا يشترك بالقناة عشان يقدر يوصل الفيديوهات أول بأول، مش ضل يبحث على اسم الدرس، خلاص بنزل الدرس الأول طلع لك إشعار عطول، تمام؟ يلا الله يسعدكم. هسا هي المنهاج يا جماعة الخير، طلعوا الصف 11 المسار الأكاديمي، هذا كتاب الطالب وفيه كمان كتاب للتمارين. حلو، طبعا عندكم يا جماعة الخير انتم كم وحدة فيه؟ الوحدة الأولى اللي هي سيدي العزيز الاقترانات والمتتاليات والمتسلسلات، أشياء أخذناها بصف 10. طيب شو في كمان يا أستاذ أشياء أخذناها بالصف 10؟ المشتقات، كيف نشتق، تمام؟ عندنا كمان النهايات والاتصال، هاي الوحدة مهمة وفيها 6 دروس. الوحدة الأخيرة اللي هي على الاحتمالات والإحصاء، يعني فيها 2 درس: تبديل والتوفيق والمتغيرات العشوائية. فإن شاء الله يا جماعة الخير الأمور راح تكون جدا سهلة. طب هسا يا أستاذ إيش المطلوب مني أنا أعمل؟ زي ما حكيت لك المطلوب أول إشي إنك تشترك في قناتي على اليوتيوب، ثاني إشي تفوت على جروبات الواتساب، في جروبات واتساب يا جماعة الخير لطلاب الأول اللي هم أنتوا السنة الأولى توجيه 2008، في للذكور لحال وفي للإناث لحال، ابعت على هذا الرقم عشان الشباب يضيفوك على الجروب 079 09 43
4489. ابعت على هذا الرقم على الواتساب يا جماعة، على الواتس، عشان ايش؟ نضيفك على جروبات ال 2008 ونبلش معاكو. وكمان المنهاج اللي حاب يشوفه، منهاج الرياضيات كاملا، راح اترك لكم اياه يا جماعة الخير في اول تعليق تحت، تمام؟ بتفوت على اول تعليق بتلاقيه مثبت عشان تحمله براحتك، تمام؟ هيك يا جماعة ان شاء الله بنكون جاوبنا على كل اسئلتكم طلابنا 2008 الرائعين. بنشوفكم ان شاء الله بالمنهاج قريبا، والله يعطيكم الف عافية.